مدرب المنتخب الوطني الفرنسي إيرفي رونار الرحيل عن تدريب الأسود على خلفية المشاركة المحتشمة للمغرب في كأس إفريقيا للأمم بمصر. النتيجة المخيبة للأمال جعلت رونار يحزم أمتعته بعد أن اقتنع بأن لا مجال للبقاء في حضرة المنتخب الوطني. قراره جاء بعد اجتماعات ماراثونية مع فوز القجع رئيس جامعة كرة القدم، أبان من خلالها عن وجهة نظره، علما أن العقد الذي يربطه بالمنتخب يمتد إلى غاية 2022. رونار دخل في مفاوضات من أجل تدريب المنتخب السعودي، بينما زلزل القجع بيت جامعة كرة القدم بمجموعة من الإقالات. ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.